إذن عن تفشي الفساد في القطاعات الحكومية في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. دكتور هلال، مرحبا بكم. يعني هناك أمثلة كثيرة لهدر الموارد في العراق، هناك أكثر من 800 مليار دينار لم تستفد منها محافظة نينوى. ما أثر هذا الهدر على الوضع الاقتصادي والخدمي للمحافظة دكتور هلال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. ولقناة الراغبين العاملين عليها، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم بهذا الشرف أجمعين، وأن يمن علينا وعليكم بالخير والمن والبركة، وأن يمن على بلدنا العراق المبتلى في هذا الأمر، الفساد المستشري في كل مكان، أن يجد أن يكون هناك حقيقة حل، وينتبه الشعب العراقي لما آل إليه القضاء في العراق. الموضوع الفساد أصبح ظاهرة وحالة عامة في كل مفاصل ما تسمى الدولة العراقية، بالتالي كل أمر بخدمة الناس لا يرتقي إلى المستوى المطلوب، بل ربما يكون ظاهره شيء وحقيقته مصدر تمويل للأحزاب والكتل و الأشخاص المتنفذين في هذا المكان أو ذاك. والموصل هي حالة حقيقة، حال الأمور في العراق هي تمر بحالة الفساد الذي أصبحت حالة واضحة. قضية الهدر المال العام سببه أولا إلى الأمر إلى غير أهله، واثنين ضياع القضاء، لا يوجد قضاء يحاسب، ثلاثة السلطة التي يجب أن تحاسب وتدقق فيها المال العام اللي هو ديوان الرقابة، هذه هي يشملها الفساد. الأمر الأهم في معادلة الفساد في العراق هو أن الجاني هو نفسه القاضي، وهو نفسه الذي يدقق في الأمور، ولا توجد جهة حقيقة تضع النص بعينها بأن هذا المال العام له حرمة مغلظة عن المال الخاص. وحقيقة جعل الله هو الناظرين إليهم، فالسرقة وعدم تنفيذ المشاريع وعدم تدقيق من الذي سيقوم وكم نسبة الإنجاز، الجانب الغياب الجانب الهندسي تماما، هناك حقيقة أمور متداخلة كثيرة في هذا المجال، وأنتم أوردتم مثال المشروع المجاري الموصل. حقيقة من الذي يهب العمل أو من الذي يمنح العمل ولمن يمنح العمل والكيفية التي حصل فيها المقاول على العمل، والمقاول هو من مدعو من من، كم نفذ، كيف تم صرف هذه الأموال، إلى أين ذهبت، هذه كلها الأسئلة حقيقة تدور في طيب محور دكتور. واحد بأنه غياب الظاهرة الاعتبار في المحاسبة وفقدان الحقيقة الإحساس بالذنب لما أنا أصرف أموال من المال العام. طيب دكتور هلال، دكتور دكتور، بحسب ناشطين خاصة في محافظة نينوى يقولون أن تأخر إعادة إعمار الموصل يعود إلى الفساد، ولكن السؤال المطروح هنا يعني هل الفساد وحده يقف حائلا دون إعادة إعمار مدينة الموصل؟ هل تعتقد ذلك؟ وأنت عندما تريد أن تقوم بعمل ما يجب أن تتوفر النية الصادقة للإعمار أولا، وهذه غير موجودة، لأنه تدمير المدينة مدينة الموصل كان حقيقة بأمر واضح وبشكل أنه المراد منه تدمير مدينة الموصل وإبقاء هذه المدينة تحت رحمة الفساد والأحزاب والميليشيات وإلى آخره. لكن الأمر الآخر أنه من الذي يقوم بمحاسبة من؟ يعني أنا عندما أتحدث عن هل هو الفساد، نعم هو الفساد هو اللب المشكلة الأساسية، ولكن المتنفذين في الموصل وطبيعة ترتيبة النظام الحاكم في العراق ومجالس المحافظات، هذه كلها تشمل نفس تغرف من نفس القدر الفاسد في العراق، فبالتالي يجد المواطن نفسه أمام حالة متداخلة من كل الأطراف، الأحزاب المتنفذة، الميليشيات المتنفذة،
غياب السلطة، غياب الدولة بما معناها، بمعناها الحقيقي. نعم. فبالتالي أصبح اللص هو أو السارق أو المختلس هو الذي يتحكم في مصير هذه. دكتور هذه السياسات حال المواطن في هذه طيب الحالة هو على حال المواطن. دكتور، هذه السياسات الممنهجة التي ترسخ للفساد كيف أثرت على المواطن العراقي البسيط؟ لأنه أنت عندما لا تكون هناك دولة ولا يكون هناك ويكون هناك الفساد هو السمة الغالبة. نعم. لا يوجد تنمية بشرية في هذه المدينة ولا أو في غيرها، فبالتالي المصالح المتعلقة بأن تكون المدينة صالحة للعيش أولا غير متوفرة، فبالتالي كل هذه المصالح سوف تضر أصحاب المحلات التجارية، أصحاب المصالح الأخرى المتعلقة بالمدينة. يعني المواطن عندما يأتي إلى مكان مدمر، إلى مكان غير صالح للعيش، هذا سوف لا يكون مكانا آمنا للكسب أو للرزق. بالتالي زيادة ظاهرة الثقل تحدث عنها التقرير وحالة حقيقة النتيجة واضحة لما آلت إليه الأمور، لأنه لا يراد لأهل هذه المدينة أن يستولوا على أمورهم بشكل صحيح. والموصل معروفين، يعني أهل الموصل طبيعة سكان الموصل هم أهل عمل، فبالتالي وأهل مصلحة، لكن أبعد كل الناس الشرفاء القيمين على هذا الأمر واستبدلوا بإناث. نعم دكتور. موالين بهذه الجهة وتلك لكي يتم تسهيل عملية السرقة والاختلاس والسكوت، فبالتالي ازدياد حالة الفقر حالة متوقعة. من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي، شكرا جزيلا لكم.